عذاب السموم البالغ في الحرارة، لأنهم خافوا عذاب الله أمنهم الله عز وجل. يدل على ماذا؟ على أن الذي يأمن عذاب الله يعذب. إذن للنجاة من عذاب الله تخاف عذاب الله، للنجاة من عذاب الله تخاف عذاب الله، من النجاة من سخط الله تفر إلى الله. مر معنا السورة اللي قبلها، ففروا إلى الله، من خاف من الله فر إليه لا منه. وعادة الذي يخاف من شيء يفر منه، إلا الله عز وجل تفر إليه. فالذي يخاف عذاب الله عز وجل حري أن يأمن عذاب الله يوم القيامة، والعكس بالعكس، الذي لا يخاف عذاب الله ولا المقام بين يدي الله فهذا يعني والعياذ بالله سبب لأن يعذب يوم القيامة. فهؤلاء يقول قد من الله علينا، فمن الله علينا يعني بالإسلام والهداية، وكان أثر ذلك تمسكهم بالإسلام وهدايتهم واستقامتهم أن وقاهم عذاب السموم. وهذا أعظم نعيم كما مر معنا، أن الله عز وجل جمع للمؤمنين بين ماذا وماذا؟ بين جنات النعيم والنجاة من الجحيم، هذا وهذا. وإذا قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهنا يتذكر أنهم كانوا في الدنيا يخافون. هذا يدعوك إلى يا عبد الله لهذا الخبر من الله عز وجل، أن الواجب عليك أنت ماذا؟ أن تخاف حتى تنجو.